رفضت قيادة العمليات المشتركة في العراق استخدام الأراضي العراقية لتصفية الحسابات، وشددت على أن تركيا يجب أن تحل مشكلاتها بنفسها بعيدا عن الأراضي العراقية. وأضافت قيادة العمليات المشتركة في بيان لها صباح اليوم أن استهداف تركيا ضباطا عراقيين يعتبر تصرفا خطيرا ويمثل انتهاكا وشكلا من العدوانية ضد السيادة العراقية. كما أكد بيان قيادة العمليات المشتركة أن القوات الأمنية لديها القدرات العسكرية للدفاع عن أمن البلاد من أي اعتداءات خارجية. عبر الهاتف ينضم لنا دكتور وسام صباح، المحلل السياسي العراقي. دكتور وسام، أهلا وسهلا بك. هل يقوى العراق على الرد، خصوصا وأن سيادته قد انتهكت بالفعل والبيانات الرسمية العراقية أصبحت تؤكد على ذلك، ولا تتعامل مع الأمر على أنها خلاف أو مشكلة بين حكومة كردستان والحكومة التركية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني القصف الجوي الذي تعرض له الجيش العراقي وخاصة قيادة قوات الحدود أدت إلى استشهاد بعض القادة العسكريين العراقيين. يعني كان المفروض على القوات التركية، نحن نعلم أنه يريدون امتداد لتركيا في داخل العراق وخاصة شمال العراق ومنها الموصل وكركوك أيضا لضمها إلى تركيا، لكن قوات الحدود العراقية وضعت هناك لتجنب أي اشتباكات قد تحدث من وراء حزب العمال الكردستاني البككة. هذا ما تدعيه تركيا في هذه المسألة. القوات العراقية أيضا كان المفروض هناك استقبال لوزير الدفاع التركي في بغداد لوضع شروط انسحاب حزب العمال الكردستاني، عفوا البككة العمال، وفي نفس الوقت اجتماعات معه، ولكن الحكومة العراقية رفضت استقبال وزير الدفاع التركي وقامت باستدعاء السفير التركي، يعني الخارجية العراقية، باستدعاء السفير التركي ل يعني شجب مسألة التعرض للقوات. هكذا يكون العراق قد رد دكتور أسام، ولا هناك فضاءات أخرى تراها ممكنة لرد عراقي على السلوك التركي الأخير؟ حسب التصريحات في مجلس الوزراء أن العراق لا يريد أن يستخدم العراق كساحة إنهاء الصراعات أو كساحة صراعات عسكرية داخل الأراضي العراقية، وهذا ما يخص كل دول الجوار التي تحيط بالعراق. لذلك العراق قد يتواجه مع تركيا في سبيل إخراج القوات التركية إن لم تكن هناك حلول سياسية في هذه المسألة. قد نضطر إلى الدفاع عن أنفسنا وفي نفس الوقت الدفاع عن العراق واحتلال العراق من قبل القوات التركية، وحتى أنه نرى في الجانب الشرقي في بعض الأحيان إيران تقصف المناطق الكردية في شمال العراق. هذا أعتقد أنه كما تم التصريح أمس. المزاج العربي أكثر ملائمة لتعامل أكثر حزما أو حسما مع تركيا، وهذه ربما تكون ميزة إضافية. نعم. إن أراد العراق أن يستغلها. دكتور وسام صباح، المحلل السياسي العراقي، أشكرك شكرا جزيلا وأعتذر منك لضيق الوقت.